السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل النهاردة مع بعض تاني حلقة مع بعض من سي شارب فور بيجينرز. هنشرح حاجة النهاردة الـ variables والـ operation. الـ variables اللي احنا شرحناها في الحلقة اللي فاتت بتكون سواء من نوع int أو decimal أو double أو string أو boolean. الحاجات دي احنا شرحناها في الحلقة اللي هي كانت حلقة رقم 1 اللي هي data type. هنشرح النهاردة بقى الـ operation، العمليات اللي هتتم عليها. عندي 3 أنواع من العمليات دي: عمليات حسابية اللي هي الجمع أو طرح أو الضرب أو القسمة أو أوتو إنكريمنت بتزيد بمعدل واحد بلس بلس هنا بلس بلس أو تنقص بمعدل واحد أو نسبة مئوية. في بقى اللي هي الأوبريشن التانية من نوع ريليشن أوبريشن، اللي هي بعمل اختبار إذا كانت الاتنين بيساووا بعض إيكوال إيكوال أور نوت إيكوال، لا تساوي بعض أو أكبر من أو يساوي أقل من أو يساوي أكبر من أقل من. او لوجيك اوبريشن اللي هي الاند اور نوت، وده هنشوفه بالتفصيل ازاي بنشوفه كشغل عملي بقى مع بعض. هنفتح مع بعض الفيجوال ستوديو ونبدا نشوف الحاجات دي. هنبدا اول حاجه عندنا بالعمليات الارثماتيك اوبريشن اللي هي العمليات الحسابيه. هنا فتحنا بس البرنامج الفيجوال ستوديو على ويندوز فورم زي ما احنا اشتغلنا مع بعض. نبدا او نشوف اول حاجه العمليات الحسابيه. هنشوفها، هنحط بس هنا تكست بوكس نشوف فيه الناتج اللي هيطلع. بس تكست بوكس واحد، تكست بوكس اتنين، تكست بوكس تلاتة، وبتون عشان نضغط عليه يطلع لي الناتج. هروح بقى على الايفنت بتاع الباتونز دوت عشان هو اللي هنشتغل عليه. بنضغط عليه دبل كليك وندخل في الايفنت اللي هو ايفنت الحدث الكليك. هنعرف هنا بره خالص زي ما اتفقنا قبل كده بابليك، هنعرف فاريبلز اي حاجه متغير فاريبلز بابليك من نوع انت، وهنديله قيمه او مش لازم نديله قيمه دلوقتي، نعمل سمو كولوم عشان هنخلي قيمته ياخدها من جوه التكست بوكس. وهنعرف متغير تاني برضو بابليك بس المرة دي من نوع سترينج. من نوع سترينج وهنسميه نيم سيميكولون. هنا في هنا مديني ايرور عشان ما ادينالوش اسم، هنديله اسم وليكن نمبر. بعد كده بقى انا عايزه في حدث الكليك يطبع لي النيم جنبه النمبر. ازاي؟ لو احنا عندنا درجات طلاب وعاوز اكتب اسم الطالب وجنبه الدرجه بتاعته، يبقى هنا هنعمل في التكست بوكس ثلاثة. الاول نعرف متغير ثالث public من نوع string اللي هو السم، الناتج اللي هيطلع كله على بعض سيمو كله. هنا عايزين نقول له السم دي بتساوي equal number name الاول name plus number سيمو كله. طبعا المفروض هنا هيبقى فيها ايرور لان انا بطبع السترنج والنمبر ده من نوع انت، ما ينفعش اطبع الاثنين على بعض، يبقى لازم ده هنحوله تو سترنج عشان كاني بجمع سترنجين على بعض. واحط القيمه بتاعه السم دي في تكست بوكس 3 دوت تكست equal sum. بس هخلي هنا بقى القيمة ديت اللي هي هنا في الأول خالص، النيم ياخد قيمتها من تكست بوكس واحد، النيم equal تكست بوكس واحد دوت تكست. طبعا النيم من نوع سترنج والتكست بوكس دوت تكست من نوع سترنج، فما ادتنيش أي مشكلة. النمبر بقى اللي هو بعد كده المتغير اللي هو كان اسمه نمبر هياخد، هو المفروض نعكسها
تكست بوكس واحد دوت تكست ياخد قيمته. لا هي كانت مكتوبة صح الأول. النمبر بقى هياخد قيمته من تكست بوكس اتنين دوت تكست. النمبر ده طبعا من نوع انتجر وده من نوع سترينج، فلازم نعمل له كونفرت، نحول يبقى كونفرت دوت تو كونفرت كونفرت دوت تو انت 32 ونفتح اقواس وهنا نقفل القوس. نعمل رن مع بعض ونشوف هيطلعها لي زي ما احنا عاوزين ولا لا. هندخل هنا ده تكست بوكس واحد كان شايل ايه، كان شايل النيم تقريبا. تكست بوكس اتنين كان شايل النمبر عشان عكسناها. طلعها لي هي مجموعة على بعضها هي معاذ وجمع زائد 66 جمعها لي كلها كسترنج على بعضها. دي مجرد عملية حسابية. احنا طبعا شفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي بقى بعمل صم على رقمين مع بعض. طيب احنا لو عملنا هنا غيرنا السترنج دوت وعملناه من نوع انت عشان اشوف بقى العمليات الحسابية اللي هتتم عندنا. وهنا نمبر واحد وخليت التاني نمبر زيرو. وده الصم بتاعه. هنشيل النيم طبعا خلاص هنا تبقى النمبر اللي هلكوا هنا خالص. نشوف كل الجزء ده كده ونبدأ نكتب الكود مع بعض عشان نشوف كل العمليات الحسابية ازاي بطرح وازاي بقسم وكله بقى نشوفه مع بعضه. هنا هكتب الصم. هنخلي الأول اللي هو النمبر تاخد قيمتها نمبر واحد هتاخد قيمتها من تكست بوكس واحد. نمبر وان equal text box 1 dot text semicolon. اديني ايرور طبعا عشان ده من نوع زي ما اتفقنا ده من نوع ده سترنج وده انتجر فلازم نعمل لها كونفرت ليها. يبقى كونفرت دوت تو ان وبعد كده نمبر 2 هيبقى بنفس الحكايه نفس الطريقه بالظبط. نمبر 2 equal convert to int to int وهتاخد قيمتها من text box 2 dot text text box 2 dot text. ونعمل السيمي كولوم. انا عايزه دلوقتي اعمل هعمل عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل قيمه الصم واحط الصم في text box ب text box 3. يبقى الصم equal number 1 النمبر المتغير اللي هو اسمه number number 1 plus number 2 السم طبعا من نوع string فعشان كده اديتني error. هنغيرها بس مع بعض النوع int. طبعا الخطوات دي كأني بعمل آلة حاسبة يعني. بعد كده بقى احط قيمة الصم جوه التكست بوكس 3. يبقى تكست بوكس 3 دوت تكست هياخد قيمتها دوت تكست هتاخد قيمتها من الصم. ده من نوع انتجر وده من نوع سترنج. يبقى لازم دي تتحول لنوع سترنج عشان يبقوا الطرفين متساويين زي بعض. يبقى دوت تكست سيف ونعمل رن. هنا لو دخلنا في تكست بوكس واحد اي رقم وتكست بوكس اتنين رقم تاني وعملنا ضغط هنا طلع لي الارقام مجموعه على بعضها كانها سترنج. ما عملهاش جمع اللي هو الجمع العادي. نشوف بقى المشكله في ايه ونصلحها مع بعض. مش في مشكله ولا حاجه بس هو كل الموضوع اللي احنا ما كناش سيفنا لان دي كانت مكتوبه بكلمه سترنج فجمعها جمع سترنج ما كناش سيبنا اللي هو يعملها لي بالايه. اول انا
نرن مع بعض ونشوف مع بعض تاني اهو. جمعها عادي خالص. طيب عاوزين نعمل بقى نغير الاوبريشن دي لماينس، نعمل سيف ونعمل رن. هنكتب هنا 880 وليكن 5، نشوف الايكوال بتاعي. غيرها عادي معانا. لو غيرنا الاوبريشن ستار نسيب ونعمل رن، ده بس مشكلة عندي طبعا في الويندوز مش مالوش علاقة بالشغل بتاعنا. هنعمل رن تاني يشتغل معانا. نكتب 7 هنا 8، شايفين الستار اشتغل. برضو لو غيرناها هنا بعلامة الاسم سلاش ونسيب ونعمل رن 6/2، لا نخلي ارقام ما تديش اسم عشان احنا عاملين المتغيرات من نوع اف مش من نوع اسم، فنحاول ان احنا لما نكتب حاجة ما تدينيش ارقام عشرية. طب لو عاوزينها اللي هي تدي بقى ديسمال والبوينت والحاجات دي يبقى نغير بس هنا نعملها من نوع ديسمال 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 زي ما شفنا في الحلقه اللي كانت قبل كده. كده احنا شرحنا اول جزء عندنا اللي هو ازاي اعمل اوبريشن اللي هو ارثماتيك اوبريشن، عمليات حسابيه. طيب نشوف بعد كده ازاي اعمل عمليات لوجيك. لا مش لوجيك بقى، اللي هي ريليشن اوبريشن، اكبر من اقل من يساوي اوتو انكريمنت بلس بلس بلس. نشوف مع بعض واحدة واحدة ازاي بعمل الحاجات دي. نشوف بقى اللي هي ايكوال ايكوال نوت ايكوال ايكوال اقل منها ويساوي اكبر منها ويساوي اكبر من اقل من. هنشوفها ازاي بنشتغلها مع بعض هنا. هروح هنا على الفورمة وعايزة اقوله في حدث البطن دوت لو الرقم اللي هنا اكبر من قيمة معينة طلعها لي هنا، طلعها للناتج. هنقول حاجة زي كده ازاي؟ هنعمل بس هنا عشان التكست بوكس هو اللي شغالين عليه. عايزه اقوله لو التكست بوكس 3 دوت تكست هيطلع قيمتها ماشي من الصم عادي زي ما هي. هنشغلها زي ما هي تاني، بس قبلها هنا هنعمل خطوه تانيه خالص، نعمل على اتش عايزه اقوله طلع لي القيمة دي بتاعت الصم اكتبها لي هنا، بس في حالة لو هي أكبر من القيمة اللي في تكست بوكس 1 هكتبها ازاي؟ هكتب له اف الصم اللي هو المتغير الصم ده أكبر من 100، طلع لي بقى تكست بوكس وافتح لها علامة كوتيشن مارك واقفلها هنا كده، طلع لي التكست بوكس دوت الصم تاخد من قيمتها من الصم دي. لو غير كده بقى ما يطلعليش ناتج، يطلع لي يبقى else يطلع لي التكست بوكس دوت تكست equal. اكتب بقى جواها اي حاجه انا عاوزاها، اكتب قيمه تطلع لي يعني error اللي هو يطلع لي كأنها قيمة خطأ. نجرب مع بعض اللي أنا بقوله لو الصم أكبر من 100 طلع لي قيمة، لو هي أقل من 100 ما تطلع ليش قيمة، طلع لي ايرور. نبدأ نسيب ونعمل رن مع بعض. لو هنا أنا دخلت قيمة كبيرة عشان أشوف هيطلع لي الناتج ولا لأ، طلع لي الناتج اللي هي ايرور عشان احنا كنا بنقسم الصم هنا كانت عملية قسمة، فهي الناتج بتاعها طلع أقل فطلع لي ايرور. طب أنا عايزة أشوف عشان أعمل اختبار تاني، لو أنا عملتها هنا بلس مكانها وعايزة أعمل رن تاني عشان تكون أوضح، بس ده زي ما قلت لكم برضه مالوش علاقة بالشغل، هنعملها تاني. لو كتبت الناتج 88 و2 طلع لي ايرور ليه؟ لان المفروض 88 و2 يعني 90، فهي اقل من 100 يبقى ما حققش الشرط، طلع لي ايرور. طيب لو عملناه هنا
شايفين طلع لي الناتج هنا اهوت، ما طلعليش اللي هي رسالة المسج بتاعتي. ده اللوجيك اوبريشن. طبعا هنا ممكن نغيرها اقل من باكبر من او ايكوال ايكوال، لو الناتج عندي ايكوال ايكوال 100 شايفين علامة، لو عايز اقول بيساوي 100 بس بعملها بعلامتين جنب بعض ايكوال ايكوال 100. لو عملنا رن وكتبنا هنا 55 7 طلع لي ايرور. طيب عايزين نشوفها موجودة تبقى 45 عشان يكون بالظبط، طلع لي 100 طبع لي 100 عشان انا عاملاها ايكوال ايكوال. طيب لو عملناها نوت ايكوال، نوت ايكوال 100 يعني الناتج في اي حالة بس المهم ما يساويش 100 اطبع لي ناتج. لو 55 و45 طبعا كده بيساوي 100 يبقى المفروض هيطلع لي 100 طلع لي الناتج. طيب لو عملت بقى هنا 5 هيطبع لي الايرور. دي اسمها لوجيك اوبريشن اللي هي العمليات ريليشن اوبريشن اللي هي العمليات المتعلقه بالريليشن زي ما شفناها هنا في في الشكل دوت ايكوال ايكوال نوت ايكوال اقل من او اكبر من، اكبر من او يساوي اقل من او يساوي. هندخل بقى على حاجه بعد كده اللي هي اللوجيك اوبريشن اللي هي عمليات لوجيك بحط اند او اور او نوت، هنشوفها مع بعض ازاي بتتعمل. احنا ممكن ندخلها هنا برضو في شرط اف، انا كده كاني بشرح جمله اف برضو مع اللوجيك اوبريشن. لو انا في جوه هنا في المنطقه دي انا عايزه اعمل لوجيك اوبريشن ازاي، لو حطيت الصم ما بين قيمتين شايفين هنا، بس انا عملت ايه كتبت اللوجيك اوبريشن اللي هي الاند وحطيت الصم بين ريليشن اكبر من او يساوي الواحد واقل من او يساوي الخمسه. لو هو الصم بالناتج بالقيمه ما بين الواحد للخمسه يطبع لي ناتج. نشوف ازاي بتتطبق معانا هنا ونشوف هتدي ناتج ولا لا. لو هنا كتبنا واحد وهنا كتبنا اتنين طلع لي ايرور مش طالع ما بين القيم. طيب طلع لي ايرور برضو عشان اكبر. طب زيرو. طب نشوف بقى هي المشكله هو بيحسبها لي ازاي اللي هو اكبر من او يساوي، هو مش هيطبع لي الناتج غير في حالة لو هي اقل من الواحد واقل من الخمسة. طب نحاول نظبط الشكل شوية نكتبها اور ونشوف هيطلع لي برضو نواتج ولا لا. شايفين طلع لي ناتج اللي هو لو هو بينطبق عليها اللي هو بين الليمت ده او بين الليمت ده طلع لي، انما في الثاني لازم يكون اند الاثنين زي بعض الشرطين زي بعض. بيطلع ناتج كده. شفنا اند واور اللي هو اللوجيك اللي هنا اللي هي هنا. طبعا الشغل ده هيبان اكتر مع واحنا بنشتغل بقى شغل عملي. لو انتوا شفتوه في شفت الدوره بتاعت ازاي تعمل موقع نت او ازاي تعمل عياده اداره عيادات هتلاقوا ازاي بنستخدم بقى الحاجات دي موجوده بقى باستفاضه في الشرح معانا. بس كده احنا عرفنا ازاي بنعرف فاريابلز، ازاي بنعرف متغير، وازاي بنستخدم المتغير دوت ونطبع له عمليه حسابيه او عمليه لوجيك او ريليشن. استنوني بقى في باقي الشرح ان شاء الله في الجزء اللي جاي بعد كده. ارجو متابعه بقيه الحلقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.